يعطيكم العافية جميعا. اليوم بهذا الفيديو رح نحكي على التمارين يلي موجودة بالمحاضرة الثانية. عنا التمرين الأول هو برنامج يأخذ رقم من لوحة المفاتيح ويقوم بحساب العامل له. منتذكر شو كان العامل لأي عدد؟ العامل لأي عدد هو مجموع مضاريب هذا العدد من الواحد إلى العدد نفسه. يعني إذا أنا بدي أخذ مثال خمسة عاملة، فجوابه هو مجموع مضاريب الأرقام من الواحد إلى الخمسة، وبالتالي الجواب 120. أنا كيف بدي أكتب هيك كود؟ بكل بساطة أنا بعرف عن متحول F يلي بدي حط فيه النتيجة، بعطيه قيمة ابتدائية واحد، هلأ بحكي ليش، وبعطي متحول N يلي هو العدد يلي رح يدخله من لوحة مفاتيح، بعدها بطبع له رسالة أنه أدخل الرقم، بأدخله للرقم. هلأ بعمل حلقة بمشي فيها من 2 إلى أصغر أو يساوي الـ N. هل ليش أصغر أو يساوي N؟ لأنه مننتبه بالعاملة أنا بدي أضرب الرقم 5. ليش بلشت من 2؟ لأنه أنا الجواب دائما بدي سيفه بـ F، فكل مرة F ضرب I وسيفه بـ F، F ضرب I وسيفه بـ F. لازم تكون قيمة F غير صفر، لأنه لو كانت صفر كان الجواب النهائي بعد الخروج من الحلقة صفر، لأنه ضرب أي رقم بصفر سوف يعطي صفر. لذلك أنا أعطيت قيمة ابتدائية واحد للإف. لهيك أنا وقت اللي بلشت حلقتي بلشت من 2، أول سبب أنه أنا أعطي قيمة ابتدائية للإف واحد، فما في داعي أرجع أضرب فيه، وتاني شغلي أي رقم بضربه بواحد راح يضل الجواب هو نفسه. وبعد الخروج من الحلقة فيني أطبع بكل بساطة إن عاملي تساوي جواب إف، لأنه الجواب بكل بساطة راح يتراكم بإف، راح يبلش 1 ضرب 2، تكرار اللي بعده 2 ضرب جواب ضرب 3 راح يصير 6، 6 ضرب 4 24، وبعدها 24 ضرب 5 120، لهيك الجواب راح يكون 120. هلا بناخذ تمرين ثاني، إيزاد القاسم المشترك الأكبر لعددين وذلك باستخدام طريقة إقليدس. نتذكر شو كانت طريقة إقليدس؟ عندي عددين 48 و18، بقوم باختبار منهم مين هو الأكبر، فال 48 هو الأكبر، أقوم بطرح العدد الكبير من الصغير ووضع العدد بالكبير. 48 ناقص 18 جواب 30، بحطه بيخ تحت العدد الكبير وبنزل 18 مثل ما هي. مين الأكبر، 30 ولا 18؟ ال 30، بطرح 30 ناقص 18 بحط الجواب تحت العدد الأكبر اللي هو 12 وبنزل 18. هلا مين الأكبر، ال 12 أم 18؟ ال 18. 18 ناقص 12 6، بحط الجواب تحت العدد الكبير وبنزل ال 12. مين الأكبر هلا، 12 أم 6؟ ال 12، بطرح 12 ناقص 6 وبحط الرقم تحت الخانة العدد الكبير وبنزل 6. عند تساوي العددين أقوم بالتوقف عن عمليات الطرح، وبالتالي بكون وصلت للقاسم المشترك الأكبر. في حال استمرت العملية بدون الحصول على قاسم مشترك أكبر فرح وصل أنا للواحد واللي هو القاسم المشترك الأكبر لجميع الأعداد. كودي بكل بساطة أنا بعرف عن عددين انتجر وأقوم بإدخالهما من لوحة المفاتيح. قوم بطباعة القاسم المشترك الأكبر JCD لA فاصل B يساوي. كيف أنا بدي أعمل برنامجي؟ بكل بساطة بحلقة while بضل عم كرر طالما A ما بيساوي B، لأنه بمجرد A ساوى B بكون أنا أوجد القاسم المشترك الأكبر أو JCD. وبأسوأ حالي أنا بكون وصلت مثلا حالي سيئة أنه أنا ما لقيت قاسمين مشتركين، قاسم مشترك لهذول العددين، فرح وصل للواحد وبالتالي رح يكون JCD عندي واحد. بقول إذا A أكبر من B، يعني مثل حالتنا هون A أكبر من B، طرح لي A من B وسيف الجواب بـ A، فبيطرح A من B جواب 30 بيحطه بـ A ورح تضل B مثل ما هي 18. خلاف ذلك كانت A أصغر من B رح يروح بيقوم بعمل الطرح الكبير من الصغير وتسييف في B. عند الخروج بالحلقة أنا ضامن أنه A رح يكون بيساوي B، وبالتالي أقوم بطباعة يا أما B يا أما A، لأنه كلاهما رح يكون متساويين. يا أما قيمته رح تكون هي القاسم المشترك الأكبر أو رح تكون واحد اللي هو معروف قاسم مشترك أكبر لجميع الأعداد، وبالتالي الخرج رح يكون بين 18 و48 هو 6. ورح وقف هوني عند التمرين الثاني ومنتابع بالفيديو التالي.